مرحبا مرحبا بالإخوة اللبنانية عن جديد. نرجع لكم، بدنا نحكي شوي بهالسياسة الفاشلة عندنا، بهالحكومة اللي اخترعوا لنا إياها هيك مثل وهم حطوها أمامنا. يعني كنا بالأخرى، كنا بالخرى، صرنا بالأخرى. يعني اسمحوا لي بالكلمة حشا أدركم. جابوا لنا ناس مركبة يا أخي وعملوا لنا تماثيل. نحن بلد تماثيل ولا بلد سلام؟ نحن ليش بدوا يحطوا لنا تماثيل بلبنان؟ فطيسي ضربوها ماتت، عملوا لها تمثال بلبنان. شو بعد بدنا لك يا أخي؟ يعرفونا شو بدنا نشتغل بلبنان؟ عم يحطوا لنا فطايس هونيك يعملوا لها تماثيل؟ فهمكم كفاية لبنانية، ما تقوموا لك دعوسون، كسروا الحكومة، كسروا البرلمان. انا عتبي على هالثوار بينزلوا بياكلوا قتل بهالشارع وبفلوا على بيوتهم. لك يا عمي يفوتوا على المؤسسات تبعهم كسروها، لعنوا قبل ما عاش في ابطال. وينكم يا ابطال طرابلس؟ وينكم يلي عاملين حالكم على الغرب ابطال، بالصويري، ب ب ب ب ب مجد العنجر، بالبيري، بكل الضيع اللبنانية؟ وين عاملين حالكم ابطال؟ عشو خايفين من حزب الله؟ خايفين من ايران؟ يا عمي ما تظهروا، عم بتهربوا سوريين بتفوتوهم على لبنان وبتطلعوهم تقبضوا مصاري؟ هاي البطولية تبعكم؟ ما شفنا فيديوهاتكم على النيو تي في؟ لك شفنا فيديوهاتكم يا مجانين، عم بتهربوا سوريين تاخذوا 200 دولار؟ عم تاخذوا 200 دولار من السوري لتطلعوه من لبنان وتفوتوه على سوريا، وتفوتوه من سوريا وتجيبوه من سوريا على لبنان؟ لك هاي بطولتكم يا اهل الصويري، هاي بطولتكم يا اهل مجد العنجر، وحزب الله عم ينزل بيقتلهم. انتم بتخلوهم يركبوا على السكلات ويجوا يبلشوا بالثوار هونيك وانتم موجودين بلبنان؟ يا عيب شو مالك؟ كنا عاملين لكم المثل الاعلى ونقول هاو 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 هاو، واي ما شفنا شيء. اسا لازم تشوفوا تظهروا على الطريق مع الثوار. وينكم يا اهل طرابلس؟ عذرتوا على الفاضي؟ يجي لي واحد بياكل قتلي من 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 كلب تبع نايب، بياكل قتلي، بيطقوا قتلي قامس، وانتو ساكتين وبيصب لله لانه اجى فات على كسروان لبنان لإله محاطة باسمه هذا الكلب تبع النايب. لك يا عيب الشوم عليكم يا رجال، انتو رجال، انتو مثل ما قال غوار الطوشي كيكي كيكي. لك ما نكون رجال، لك ما بتن... لك انتو في رجال عن جد بلبنان، في قبضيات، في عاملين لي حالهم. انتو لحقين الدولار هونيك بك تسرقوا بك تهربوا، عم تاخذوا 200 دولار مش عم تتعب فيهم، عم تشلحوا للزلمه بتقول له تعال فوتك على سوريا، طلعك على سوريا اهل الصويري، يا اهل مجد العنجر يلي عاملين لي حالكم عناتر، يا اهل البيري بس قوايا بتقتلوا بعضكم ببعضكم. فاتوا امس على الدراجات وبلشوا فيهم وخبطوهم وبالدم بالروح وسبوا لعمر ولعثمان ولعلي، وانتوا قاعدين مثل الديوك مثل الفروخه. يا عيب الشوم عليكم والله. لك شفتوا اذا بتروحوا لهم وبتدعسوهم تحت الجرين؟ لك للجيش يخاف منكم، لك للدرك تخاف منكم، هاو البهيم الحملين، الحملين تبع هاو العصي بيروحوا يخبطوا فيكم. مين كن انتوا عبيد تحت ايدهم؟ لك هودي حمير، هودي هني امرينهم يحملوا هالعصي تيضرب بالمواطن، وانتو عم تدفعوا له اجاره لهذا الحمار حاملها. لك يا عيب الشوم بس والله، شو الواحد بده يحكي ليحكي؟ انا بكتفي بهذا القدر، وبس الرساله بس للشعب اللبناني، خاص اهل طرابلس، اهل بقاع الغربي، واهل جنوب لبنان اللي عاملين لي حالهم شباب ودروع ودروع بيخافوا من زلمه اللي طالعين على موتوسيكلات قاموا صاروا يهربوا قدامهم. يا عيب الشوم، حركه امل عم تضرد بجنوع تقول بالدم بنروح بفديك يا نبيه، العسكر عم يقول بالدم بنروح بفديك يا نبيه، وهوديك بالدم بنروح نفديك يا حسن نصر الله. لا خلص حولوا هربوا من لبنان، روحوا هربوا مثل الدجاج، هربوا هربوا على شي مطرح، فلوا. ما نكونش رجال انتو، في رجال بلبنان وبيخليهم واقفين وبيخليهم ينزلوا على الشارع كلهم كم نصنوص، 3 مليون مقابل مليونين ونص مقابل كم نصنوص فزعوكم،
ما هو سلاح من إيران يا خيي، ما هو سلاح فتايش من إيران. على أمل إنه إسرائيل، على أمل إنه إسرائيل إن شاء الله